متحف اللوفر بباريس بعد العثور على حقيبة مشبوهة في محيط هذا المتحف. نعود معكم من جديد مشاهدينا لمناقشة أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الآن إلى دولة الكويت وأهمية هذه المباحثات الثنائية الخليجية الكويتية في هذا التوقيت مع الجانب المصري. دعونا نرحب من جديد بالأستاذ علاء سليم الأمين العام لاتحاد عام المصريين في الخارج. أستاذ علاء، تحياتي لحضرتك من جديد، وبعتذر لك عن المقاطعة، ولكن دائما الحدث هو الذي